في إطار التنسيق بين أمن ولاية قسنطينة ومختلف شركاء الأمنيين في محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما تلك المتعلقة بمحاربة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف جرائم، خاصة ما تعلق منها بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبناء على المعلومات المؤكدة، تمت الإطاحة بأحد هذه الشبكات التي كانت بصدد نقد كمية معتبرة من الأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا. العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 سنة و40 سنة في أحد حواجز المدينة، حجز أكثر من 7000 كبسولة من دواء البريغابالين ذو منجأ أجنبي، 7 هواتف نقالة، مبلغ مالي، وحجز سيارتين نفعيتين استعملتا في نقل وتهريب المحجوزات. بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم أطراف القضية أمام النيابة المحلية.